أنا أعتقد اللي كنا عايشين بيها أجواء مصباحة حلو ها بعنا يعني تغبينا إحنا بيها لهذه المناطق ولهذا اللي هسه إحنا نعلن عليها لهذه المناطق هذا ديكور يعني مجرد ديكور بس إيش ديكور قديم يعني شكله قديم يوحي لأنه شغلة تراثية شغلة قديمة مع الموصل وهي الصور كلها تعرف معالم الموصل القديمة كلها مجموعة بينه والله عندنا حامض البارد تمر الهند عصائر موز برتقال ليمون هذا عندنا والشاي والحامض والقهوة شكليتية والقهوة العادي كاهي قمر الصبح أجبان ألبان هاي موجودة عندنا الصبح ما شاي البيت يخلون قليل بالقوري قليل يعني يمكن يخلون هاك الشيء قليل بالقوري أما هذا شاي المقهى القوري يعني أقل شيء تخلي بينهم يعني قلاصات خمسة حسب القوري أربعة ثلاثة حسب القوري كبروا حجمه يعني زوروا كبروا هذا السبب وبعدين الشاي كل الشاي بصورة عامة يتخلى الشاي بالأسفل وماء المغلي ينصفه وعلى نار هادية زيت الصبغ ماله والمونة ماله كله زيته يصير شاي طيب يعملون الشاي يجيب الشاي ليابس خدره بالقوري خليه بالقوري بس بالقوري وماي فاير ماي فاير تخليه صبه فوقاته وتخليه في دقيقتين ثلاثة بعدين زيته على نار هادية أشخد نار هادية أشخد يطبخ الشاي يطلع طعمه طيب زيت الصبغ ماله والمونة ماله كله بالجسم